مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح اليوم الثلاثاء 2 آب. وين صارت مهنة صناعة الأجراس؟ بتقرير خاص من بيت شباب. أما من القليعات، كيف عم بيكون الموسم السياحي السنة؟ آخر الإصدارات السينمائية بتقرير خاص وغيرها من التقارير المنوعة. وضيفتنا لليوم كريستينا خاطر من شركة جون روبرت باورز لنحكي معها أكثر عن هالشركة. إنما البداية مثل العادة بأخبار صباح مع أحوال التأس يلي تغير تغير ملحوظ امبارح. تفاصيل مع مدام جوسلين أبو فارس. صباح الخير. صباح النور. كيفك مدام؟ الحمد لله ماشي الحال. شو وضع التأس؟ شتينا. نبلش الخريف بكير. ما هيك؟ يعني شوي. شو الوضع؟ من أول الصيفية جمعنا لاحظتوا كثرة نسبة الرطوبة، فأي انخفاض بسيط بدرجة الحرارة أو أي اضطرابات بالجو بتبطن. متوقع أنه تشتي، صح؟ أي صح. بقى هذا اللي صار امبارح. نعم. هلا اليوم كمان مكمل هالشيء بس بنسبة كتير خفيفة. يعني كيف كانت الأيام اللي قبل تشتي بين 700 متر و1100 1200، هو رزاز خفيف يعني ما كنا نلاحظ حتى. صحيح. اي الساحل أبدا ما بيلاحظ شيء، بس بيلاحظ أنه في شوية غيوم على هيك على الجبال. نعم. لأي متى بكفي هيك؟ بكرة الأربع بيكون الطقس منيح، بتخف نسبة الرطوبة وحتى الاضطرابات بتخف بس. والخميس كمان بنرجع بنلاحظ ارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة على الجبال. نعم. اي بس بآخر الأسبوع في كمان شوية أمطار خفيفة. كمان الحرارة اليوم، درجة الحرارة اليوم راح على الساحل راح تروح من 25 ل 33 درجة، في انخفاض بسيط اليوم بدرجة الحرارة. نعم. فوق الجبال من 18 ل 25، بالأرز من 11 ل 25 درجة، بالداخل من 20 ل 31 درجة. نعم. حرارة الأرز بس للفت الانتباه انه مثل بيصور وأرطى بعد ما كانت مرتفعة امبارح. نعم. الرياح السطحية اليوم بعدها جنوبية غربية اللي بتجيب بعد رطوبة وسرعتها بين 10 و30 كيلومتر. ورح بيضل في غيم. ورح بيضل في غيم. نعم. مزبوط. شكرا لك مدام، نتمنى لك نهار حلو يعطيك العافية. رح ننتقل إلى العناوين السياسية بالصحف مع بيارات. صباح الخير. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين. جولة على أبرز ما عنونته صحف بيروت لصباح يوم الثلاثاء، منبلشها هلا. جولتنا لليوم منبلشها مع عناوين صحيفة النهار. التفاوض مستمر والسيد عادل شهيد الوحشية مبادرة ل 14 آذار في الجلسة الانتخابية 11. مساع لإدراج لبنان في جولة الأمين العام لأمم المتحدة على المنطقة. الملف المالي وسندات الخزينة في جلسة مجلس الوزراء اليوم. الإليزي بعد استقبال الأمير سلمان عقد تسليح الجيش اللبناني مكتمل. النظام يحاول استعادة معبر القنيطرة وإسرائيل تتابع المعارك عن كثب. أوكتافيا نصر كتبت اليوم بالنهار: أبقوا الله خير شروركم. ودائما بصحيفة النهار وبقلم الرئيس العماد ميشيل سليمان وبافتتاحية النهار: من دولة لبنان الكبير إلى دول كبرى في الوطن الصغير. وبختام جولتنا: خشية من تعميم نموذج القنيطرة على جوارها. ننتقل إلى عناوين صحيفة السفير: 4 مليارات دولار سنويا فاتورة المولدات الخاصة، هل يطوي سلام المقايضة حماية لحكومته؟ والصورة اللي عم نشوفها هي للرئيب الشهيد علي السيد يلي امبارح عائلته تسلمت جثته، والصورة بتجمعه مع زوجته وطفلته. وبالعناوين الأخرى بصحيفة السفير: لا استراتيجية سعودية هجومية لمواجهة داعش، استعجال عبد الله تأليف التحالف رسالة استغاثة لحماية المملكة. اشتباكات القنيطرة عند السياج الإسرائيلي. الأمير سلمان في باريس: 3 مليارات تحسم غدا. ودايما بصحيفة السفير: إسقاط الجنسية في البحرين إبادة سياسية. وختاما: إسرائيل تسعى لشطب الخط الأخضر. إلى عناوين صحيفة الحياة: فرنسا تعد لتسليم لبنان معدات عسكرية قريبا. الأمير سلمان يبدأ زيارته باريس هولندا: تعاوننا لمصلحة أمن المنطقة. إعدام 3 ضباط في طرطوس بتهمة الخيانة، والمعلم لافروف لا يريان حلا إلا بوسائل سياسية. قتال ضار مع جبهة النصرة في الجولان. استعادة بلدة سليمان بيك وقرى في صلاح الدين بمساعدة البشمركة. الجيش العراقي ينتزع زمام المبادرة. تراجع الأمال بالإفراج عن عسكريين قريبا، والنصرة لن تطلق أحدا بلا مقابل، وجهود لتمديد المهلة.
لبنان يبحث في آلية إطلاق السجناء بعد تسليم داعش جثة جندي قتلته. سلطات مؤقتة للشرطة البريطانية لمصادرة جوازات سفر الجهاديين. قوة حفتر تتصدى للقاعدة قرب مطار بنغازي. أردوغان يدشن عهده بحملة اعتقالات. وبختام جولتنا على الحياة، الحوثيون بدأوا عصيانا مدنيا، هادي يحذر من مؤامرة لحرق صنعاء. من صحيفة الحياة إلى أبرز ما عنونت صحيفة المستقبل لليوم، تتضمن 6 مروحيات و77 دبابة و36 مدفعا و37 ألف قذيفة ومئات الألاف من الطلقات النارية. الحريري يستعيد الهبة الروسية للجيش. اللمسات الأخيرة بين الرياض وباريس على عقد 3 مليارات دولار. 94 عاما على لبنان الكبير، والصورة اللي عم نشوفها هي بتجمع الفنان راغب عليمي يلي أدى النشيد الوطني امبارح بافتتاح حفل إعلان دولة لبنان الكبير، هالحفل يلي استقبله السرايا الكبير. والعناوين الأخرى بصحيفة المستقبل، هزائم داعش تفجر خلافات داخلية وترغم البغدادي على محاكمة قيادات عسكرية. أطلق حملة وينون لمعرفة مصير مئات الجنود المفقودين. نظام الأسد يعتقل ناشطا علويا مواليا. أوباما وداعش والرئيس الحائر، عنوان مقالة خير الله خير الله لليوم بصحيفة المستقبل. وبختام جولتنا، مقلدا حزب الله في احتلال وسط بيروت، الحوثي يطلق مرحلة خنق صنعاء. بصحيفة الأنوار العنوان العريض لليوم، تسليم جثمان الشهيد السيد إلى أهله. معارك بمنطقة القنيطرة بين القوات السورية والنصرة. أمطار في أول أيلول بعد طول جفاف. ودايما مع صحيفة الأنوار، مسلحون يقتحمون الوزارات والسفارة الأمريكية في العاصمة الليبية. القوات العراقية تتقدم بمواجهة داعش. السيسي التقى القيادات العسكرية المصرية. وختاما بالأنوار، قمة أوروبية طارئة لمعالجة البطالة والركود الاقتصادي. من الأنوار إلى صحيفة اللواء، لمسات أخيرة على عقد الهبة السعودية لتسليح الجيش. سلام يطمئن، استعادة العسكريين أولوية. الحريري يمهد مع موسكو لزيارة وفد عسكري. هزة أرضية منتصف الليل شعر بها سكان العاصمة. وحسب مركز بحنس، فهالهزة بلغت قوتها 4.2 على مقياس ريختر. بالعناوين الأخرى بصحيفة اللواء، القوات العراقية والكردية تحرر ناحية سليمان بيك من داعش. هجوم على تكريت بتغطية من الطيران الأمريكي. الرئيس الفرنسي، الثقة السعودية الفرنسية تتجلى بتسليح لبنان. الأمير سلمان وأولاند لتعزيز الشراكة الاستراتيجية. طرابلس في قبضة فجر ليبيا. بدء التسجيل في المدارس الرسمية وإقبال كثيف في الثانويات. اتصال بين المعلم ولافروف، بحث سبل حل سياسي. معارك عنيفة بين النظام والمعارضة في الجولان. من صحيفة اللواء جولتنا مكفية، ووصلنا لأبرز ما عنونته صحيفة البلد وبعناوينا، مصير العسكريين على سكة المفاوضات ورفض المقايضات. الغرب متخوف من الإرهاب والمالكي، هنا مقبرة داعش. المعارك السورية تشتد في الجولان. ودايما بصحيفة البلد، سلام لأهالي المخطوفين، ما عندي عصا سحرية. السنيورة والتشبيه المحظور، هل يتبنى الحريري؟ نبش المقابر يحرر أهالي المفقودين من أسرهم. وختاما الصورة عم نشوفها حملت عنوان والجيش اللبناني ثالثهما، وهي طبعا عن الهبة السعودية يلي امبارح كمان تم يمكن وضع اللمسات الأخيرة عليها باللقاء يلي تم بالإليزي بالأمير سلمان والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند. منتابع مع ترجمة لعناوين صحيفة ذا ديلي ستار، وبأبرز عناوين، الحكومة لتسريع محاكمات الإسلاميين المحتجزين في رومية. الحريري يعيد ملف هبة الأسلحة الروسية 2010 إلى الواجهة. وختاما، مبيع السيارات الكهربائية في ازدياد على ازدياد في النرويج.
ومننتقل إلى ترجمة لعناوين صحيفة لوريون لوجور وبعناوين لليوم، هولندا وسلمان يضعان اللمسات الأخيرة على المساعدة العسكرية للبنان، وتحت العنوان مجموعة من العناوين الفرعية: توتر ليلي في عرسال، تسليم جثمان الرقيب السيد لأهله. ودائما بعناوين صحيفة لوريون لوجور: أهالي الجنوب يحاولون التأقلم مع وجود اللاجئين السوريين. بلدية دير الأمر تحتفل ب 150 عام على تأسيسها، وختاما هزة أرضية يشعر بها سكان لبنان. منتابع مع عناوين صحيفة الشرق: تسليم جثة الرقيب الذبيحة للسيد والأهالي في غليان، 14 أذار تطلق مبادرة لحل الأزمة الرئاسية، والحريري يعيد تفعيل الهبة العسكرية الروسية. الأمير سلمان إلى باريس لبحث تسليح الجيش اللبناني، سلام الكيان اهتز مرارا ولم يسقط. نواب لائحة الشرف يشهدون في المحكمة الدولية. قصف مرعب على جوبر ومواجهات في الجولان. عرض من سورينام لحزب الله قاعدة لمهاجمة أمريكا. داعش وقوات الحكومة ارتكبوا الفظائع في العراق. رحيل فريد رفايل، ودايما مع صحيفة الشرق: جملات لتسريع محاكمة الإسلاميين لا للمقايضة. وبالختام نواب بيروت في السراي: الكهرباء الكهرباء. من الشرق جولتنا مكفية، ومع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: الرئيس الفرنسي: أنتم أحد بنات السعودية وساهمتم بقوة فيما وصلت إليه. الأمير سلمان: زيارتي في إطار توجيهات خادم الحرمين لتعزيز الشراكة استراتيجية. مباحثات أولاند والأمير سلمان تركز على أمن المنطقة، وولي العهد: السعودية تنبهت مبكرا لخطر الإرهاب. أولاند: الجميع يعرف حكمة الملك عبد الله وبعد نظره. الفلبين تتهم قائد قوة أندوف بدعوة جنودها إلى الاستسلام للمسلحين. معارك طاحنة في الجولان، وإسرائيل تعلن أن الدرون التي أسقطتها إيرانية. ليبيا تستدعي سفيرها في أنقرة احتجاجا على تصريحات أردوغان. حكومة الثانية تعترف: طرابلس في قبضة الجماعات المسلحة. وختاما بالشرق الأوسط: أكد إمام مجلس العموم أن بلاده ستتعاون استخباراتيا لمواجهة داعش. كاميرون: سنسحب جوازات سفر المشتبه في توجههم إلى العراق وسوريا للقتال. جولتنا من تبعها مع الصحيفة الأبل الأخيرة لليوم وعناوين صحيفة الأخبار، وبعناوينا: داعش تهدد بقتل عسكري ثان وتسلم جثة الرقيب المذبوح، سقوط خيار التبادل، الدولة عاجزة عن تحرير رهائن. وختاما بالأخبار لليوم: المواجهة تهدد صنعاء، الحوثيون يساعدون التحرك والإسلاميون يريدون الحرب. وجولتنا بنختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم: سلام المعركة في بداياتها، الاستعداد لمعركة القنيطرة. عنوان الصورة اللي عم نشوفها وهي تدريبات للمعارضة السورية بالقرب من الغوطة بدمشق. ودايما بالعناوين الأخرى بصحيفة الجمهورية: المسيحيون يرفضون التسلح، الجيش يحمينا. الشركات الصغيرة والمتوسطة أول من يدفع ثمن الأزمات. وختاما بالجمهورية لليوم: اللبناني الأمريكي وليد معلوف للجمهورية. وبذكركم أنه بيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار ثلاثة ملحق خاص بعنوانه جمهورية المرأة. جولتنا على صحف اليوم ووصلت على ختامها. رح نتوقف هلا مع فاصل اعلاني، ومن بعده جوله ثقافيه مع جوال على ابرز المواعيد. اتركوا معنا.